نعم، تأتي هذه المناورات بالطبع ما بين دولتين شقيقتين وصديقتين في آن واحد لترسيخ الخبرات وتبادل الخبرات المختلفة في الكوادر فيما يخص التعاون العسكري والأمني، أو حتى فيما يخص الخبرات العلمية ومجالات تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات بشكل خاص، أيضا مجالات الزراعة، توطين السيارات والصناعة والتبادل التجاري فيما بين الدولتين، والهدف هو زيادة التجارة البينية ما بين مصر والمملكة العربية السعودية، أو ما بين المملكة العربية السعودية والدول القارة الإفريقية، وما بين مصر ودول القارة الأسيوية. هي علاقات تمتد وتمتد لأجيال قادمة راسخة تضرب بجذورها في التاريخ، ويأمل كل من الشعب السعودي وأيضا الشعب المصري أن تستمر هذه العلاقات بشراكة قوية تضمن صمام أمان في مواقف موحدة فيما يخص استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط. نعم، الحفاظ على المنطقة وعلى أمنها القومي من أهم وأبرز الملفات التي تحرص القيادتان على القيام بها وترسيخها بشكل كبير. فالاستقرار والأمن والأمان والتنمية هو من أهم الشعارات التي ترفعها الدولتين، وليس فقط مجرد شعارات، ولكن تقوم الدولتين بتنفيذها، تقوم الدولتان بتنفيذها على أرض الواقع من خلال الاتفاقات المشتركة، من خلال الاستثمار داخل الأراضي المصرية وفقا لما هو متاح أو تبع للخريطة الاستثمارية في مصر. إذن هذا التعاون المشترك له انعكاساته الإيجابية بشكل كبير من خلال الإعداد لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، خاصة في ظل ما يمثله هذا المجلس التنسيقي من مظلة شاملة للمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها لآفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية وأيضا التجارية والتنموية والاستثمارية بما يخدم صالح الشعبين. بالطبع، وامتدادها أيضا عدد من المحفزات الضريبية التي تمنحها مصر لرجال الأعمال من المملكة العربية السعودية بهدف زيادة الاستثمار وتذليل العقبات الاقتصادية المختلفة. الزيارة تستمر، ويصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيف مصر الكريم إلى القصر الرئاسي للمزيد من المباحثات والشراكة التي ترقى إلى المستوى الاستراتيجي ما بين الشعبين والدولتين. من المنتظر أن يصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الاتحادية أو مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. سوف تجرى هناك مراسم الاستقبال الرسمية إضافة إلى جلسة المباحثات التي تجمعهما، سواء كانت مباحثات ثنائية أو الجلسة الموسعة التي تضم وفدي البلدين.